قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه يرافقه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من الوزراء والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه وكبار قاده القوات المسلحه قام بافتتاح المرحله الرابعه لاعمال التطوير والتحديث بالمجمع الطبي للقوات المسلحه بكبر القبه، والتي تساهم في تطوير مستويات الرعايه الطبيه المقدمه للمواطنين من العسكريين والمدنيين في كافه التخصصات الطبيه. واستمع الرئيس الى شرح مختصر على ماكيت للانشاءات الجديده واعمال التطوير الاداري والفني للمستشفيات والاقسام التخصصيه داخل المجمع. والقى اللواء اركان حرب عبد المرضي غريب رئيس هيئه الامداد والتموين كلمه نشر فيها الى توجيهات القياده العامه للقوات المسلحه بالتوسع في انشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبيه التخصصيه في العديد من محافظات الجمهوريه وتزويدها باحدث الاجهزه والمعدات الطبيه وكذلك التعاون مع كافه اجهزه الدوله في تنفيذ الخطط والبرامج التنمويه والخدميه المقدمه للمواطنين وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الوطنيه في الدفاع عن الوطن والمشاركه الفعاله في دعم مقومات التنميه الشامله على ارض مصر وشاهد سيادته فيلما تسجيليا تناول المرحله الرابعه لتطوير المجمع بما يمكنه من اداء دوره في تقديم خدمه طبيه وعلاجيه متميزه في جميع التخصصات الطبيه لابناء الشعب المصري ومن خلال شبكه الفيديو كونفرنس اعطى الرئيس اشاره التشغيل للافتتاحات الجديده والتي شملت العديد من الاقسام داخل المجمع الطبي واكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضروره امتلاك القدره على التطوير في كافه المجالات الطبيه من اجل الوصول الى ارقى مستويات الخدمه الطبيه مع التاكيد على اهميه اعمال الصيانه والاحلال لضمان استمرار الخدمه الطبيه بمستوى يليق بالمواطن المصري وفي نهايه الافتتاح قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد عدد من الافتتاحات الجديده بالمجمع الطبي والتي تعمل وفقا لاحدث النظم الطبيه العالميه